سائل يقول: هل صحيح أن أهل السنة اختلفوا فيما تقوم به الحجة؟ فمنهم من يقول: الحجة تقوم بالقرآن والسنة، ومنهم من يقول: الحجة تقوم بالعلم. الحجة تقوم ببلوغ القرآن لينذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فالقرآن بلغة عربية، فالعرب يفهمونه بموجب اللغة العربية التي نزل بها وهي لغتهم، فلا يعذرون بالجهل. إنما من بلغه القرآن وهو أعجمي فهذا يبين له معنى الآيات، يترجم له معناها، يترجم له معناها ويبين له معناها، فإذا بقي على شركه لم يعذر. نعم.